وده الغدا اللي هنعمله مع بعض النهاردة، روتين بسيط كده وخفيف في المطبخ. عملنا مع بعض الرز بشعرية وكمان اللوبيا واللحمة ببصل بأسهل طريقة. يلا اسمع الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل التكات والأسرار. ولو أول مرة تشرفيني في قناتي أهلا بيكي، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وكمان تشاركيها، وأهم حاجة دعوة طيبة. اسمع الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض غدا بسيط كده وسريع. يلا كده نشوف هنعمل ايه. هنعمل مع بعض لحمة ببصل ولوبيا ورز بشعرية. بصوا بقى هقولكوا على المقادير وانا بشتغل. معايا كيلو لحمة، كيلو 170 جرام بصل مقطعة في الكبة. التوابل اللي هستخدمها معايا 7 بهارات وفلفل اسود وملح، تمام. ومعايا اللوبيا طبعا سلقتها اهو. خلاص يلا بقى كده نشوف هنعمل مع بعض. بصوا بقى، اول حاجه هحط التوابل بتاعتي كده على البصل وادعك البصل ده كويس قوي، تمام. النهارده هعمل كباب الحله باسهل طريقه بابسط طريقه، مش هتاخد منك مجهود خالص، تمام. بصوا بقى دلوقتي دعكت التوابل بالبصل، انا ما زودتش التوابل علشان مش عايزه اللحمه تسود. خلاص هي دي بقى اللحمه مقطعاها مكعبات وغسلها كويس قوي. هحط بقى دلوقتي عليها البصل. انا كنت منزله قبل كده اللحمه البصل او كباب الحله بطريقه غير دي. دي بقى بطريقه ايه سريعه، موظفه بقى عندك شغل، عندك تشتغلي في البيت كده تظبطي بيتك، يبقى عايزه تعملي حاجه سريعه. بص بقى هدعك كل ده كده مع بعض. خلاص اهو، بصوا بالمنظر ده. هجيب بقى الزبده واجي. بصوا بقى دلوقتي اهو زي ما قلت لكم، ده اسهل طريقه الكباب الحله، كباب حله سريع. ادي اللحمه وجبت البصل، حطيت عليه ملح وفلفل اسود وتوابل، توابل اللحمه او 7 بهارات. بصوا بقى هنزل دلوقتي بالزبده اهو. خلاص، وكمان زيت، زيت حلو قوي كده. وهسيبها بقى تستوي مع نفسها على النار لحد ما اعمل اللوبي اهو. هشغل عليها كده اللي عندي اهو، وهغطي عليها بس كده، تمام. تعالوا بقى هشيل كل ده كده، ماشي. هجيب الحلة اللي هعمل فيها بقى اهي، هعمل فيها اللوبيا. بصوا بقى دي الطماطم اللي انا مصفياها عشان اخد منها اعمل بها الطماطم بتاعت اللوبيا، تمام. اللوبيا طبعا انا سلقاها 3/4 سوا اهي، ماشي. اول حاجة هحطها معايا الزبدة خلاص، ومعايا ثوم وبصل. بصوا بقى دلوقتي حطيت الزبدة اهي، انتوا شايفين، تمام. ومعايا بصل وثوم. بصوا بقى هقطع البصله، عايزه تقطعيها على الكبه مفيش اي مشكله، عايزه تعمليها زي ما انا بعملها كده نرجع لك انتي. بصوا زي ما انا بعمل كده، تمام اهو كده، تمام كده تبقى برضه صغيره زي الفل. اهو هقلب بقى البصله كويس، يبقى عشان تعملي اللوبيا بتسلقي اللوبيا الاول، تمام. تسلقيها كويس 3/4 سوا كده، ما تبقاش بتقرش. هنبصوا اجيب لكم واحده كده اهي، اهي كويسه ماسكه نفسها اهي، تمام.
وبصل وثوم وطماطم. بس بصل يا دوبك بس ايه تدبل حاجه بسيطه كده، وهنزل بالثوم واللحمه. البصل زي ما قلت لكم، اللحمه والبصل بس والتوابل بس. ممكن تحطي على شويه ميه كده كل ما تحتاجي، يعني زي ما كانك بتعصجي لحمه مفرومه كده لحد ما تستوي خالص. في ناس بيسلقوا اللحمه ثلاث ارباع سوا الاول وبعدين ياخدوها يحطوا عليها البصل، بس لما بتحطي اللحمه مع البصل كده في الاول بتبقى بنكهه البصل والتوابل كده بتبقى احسن. اقرب لكم الكاميرا شويه. احط بقى التوم خلاص، اقلب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسالك البركه في كل شيء، اساله البركه كده في كل شيء من ربنا، عشان ربنا يبارك لنا في ولادنا وفي اعمارنا وفي اكلنا وفي كل حاجه. انا ممكن اكون بقدم فيديو وبنسى اقول اللهم اسالك البركه في كل شيء، بس الحمد لله ببقى قايلها في سر، يعني ما اقدرش ما اقولهاش. ونصلي على الحبيب طبعا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، عليه افضل الصلاه وتم التسليم. اهو زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى كده اهي هتبتدي تاخد لون معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. ما تغمقهاش قوي علشان ما تبقاش الدمعه بتاعتك ممرره اهو. سنه كمان بقى واحط الطماطم. الطماطم دي انا ضربها في الخلاط ومصفيها اهو، شايفين؟ بصوا اهو كده حلوه قوي. ابتدي بقى انزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده كده حلو جدا. خلاص اقلب بقى. كده حلوة قوي، مش هتبقاش الطماطم كتيرة. هسيبها بقى تغلي غلوتين بس وهقفل عليها. تمام اهو، غطي بقى بتغلي غلوتين، هزودها ان شاء الله شوربة. انا عندي شوربة تانية في التلاجة هزودها. بصوا بقى دلوقتي خلاص الطماطم غليت وحطيت كمان الشوربة، والشوربة بتغلي اهي. هبتدي دلوقتي بقى انزل اللوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص وقلب. بس كده بظبط بقى الملح بتاعها وهغطيها لحد ما تستوي اهو. تمام، بس كده. اللحمه بقى، اللحمه اهي مع نفسها بقى كده لحد ما تستوي. ببتدي بقى دلوقتي اجهز للرز. بصوا بقى دلوقتي هنعمل الرز بشعريه. ادي اللوبيا اهي، اللوبيا بقى الطماطم الايام دي تحس انها مخضره شويه علشان طماطم اكل مش طماطم طبيخ. حطيت معلقه صغيره بابريكا ونص معلقه قرفه، بتخليها حلوه جدا. هنا بقى حطيت الصينيه عشان احمر الرز. تمام، شغل كده البوتاجاز. نحمر مع بعض بقى ايه الرز بشعريه. بصوا بقى دلوقتي هحط الشعريه. كده انا بحب اكتر في الشعريه، تبقى احمرها الحقيقه دي تاخد لون ذهبي كده، بس يعني حاسبة عليها عشان بتتحرق على طول. خلاص هحمرها بقى بقرها لكم بقى. دلوقتي ابتدت اهي تاخد معايا اللون اللي انا عايزاه، خلي بالكم علشان هي بتحمر بسرعة جدا يعني بتستحملش اهو، بس مش هو ده اللون يعني بالظبط اللي انا عايزاه.
سنه كمان اهو، حبيت اوريكم بس شايفين اهو. وهنا طبعا اللحمه واللبن. اوكي بصوا بقى دلوقتي اللون اللي انا عايزاه، هبتدي بنزل بالرز اهو تمام. ماشي نبدا كل ده كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اسالك البركه في كل شيء. الرز بالشعريه بالطريقه دي مع فكره ما ياخدش وقت خالص خالص، هي رز حبه وحبه كده بياخد وقت فظيع. لا تمام اهو، هقلب بقى كويس عشان كل ده الشعريه تختلط بالرز كده بالزبده. ولو حاسه ان هو مثلا عايز زيت او سمنه حطش. اهو هقعد بقى كده احمر فيه لحد ما يخرز عشان ما يعجنش، وبعدين هستنى بقى لما اللحمه تستوي واللوبيا، ونشوف الاكل ان شاء الله كله لما يخلص. في الوقت ده بقى راح اصلي العصر وابقى ارجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما الاكل كله يخلص. بقى كده خلاص اهو الرز خلص، هبتدي بقى اسويه. زوده بقى دلوقتي خلاص اهو، زودته شوربه، هسيبه بقى يستوي. وكمان اللوبيا خلصت، فاضل بس اللحم. نشوف كل ده ان شاء الله بقى في طبق التقديم. تعالوا كده نشوف الرز اهو، بصوا ما شاء الله الله اكبر، اللهم بارك، مفلفل وجميل جدا. نشوف بقى كل ده في طبق التقديم باذن الله بألف هنا. دلوقتي خلاص خلصت وحطيت كمان الاكل في اطباق التقديم، ادي اللوبيا وادي الرز بشعريه جميل جدا ومفلفل خالص، وادي كمان اللحمه البصل اهي بالطريقه بقى اللي بقول لكم عليها، تحفه وطعمها جميله جدا، مفيش اسهل من كده. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ودعوه طيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.